أهلا بكم سيدتي وسادتي إلى موجز الثانية بالتوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها. قدم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يوم أمس خطابا ضافيا لأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، وقد ركز رئيس الجمهورية في خطابه على مشاكل الطوائف في الإسلام. الزميل الحبيب حامد محمد أعد لنا الورقة التحليلية التالية فيما يتعلق بمحتوى الخطاب، فلنستمع إليه. الخلافات الطائفية أصبحت تخلق مشاكل شديدة إذا لم نذكر فيها، لأن بعض من الناس يسيرون الجدول من أجل التقسم والحقد والكراهية بين المسلمين، بينما المؤمنين الإخوة لا يتفرقون. إنها رسالة واضحة لعموم الشعب التشادي، رسالة مفادها أن تشاد فوق الجميع، ولا مجال لنعرة قبلية أو طائفية أو تشتت في الإسلام الذي هو في الأصل دين المحبة والوحدة ودين الوسطية والسلام. بلادنا الحبيبة تشاد في الوقت الراهن هي بحاجة إلى أبنائها أكثر من أي وقت مضى. فقام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منذ بداية التسعينات من القرن الماضي عمل على توحيد الشعب التشادي ونهضته، وعمل أيضا على وضع بلادنا الحبيبة تشاد في قائمة الأمم، بل وضحى فخامته وعموم أبناء الشعب التشادي بكل غالي ونفيس من أجل وحدة وسلام وأمن هذه الأرض الطاهرة التي تجمعنا جميعا، وهي جمهورية تشاد بلد الكل. ولا بد من أن نتحلى بروح التسامح ونعمل معا من أجل محاربة ثقافة الطائفية الدينية. والخطاب الذي وجهه فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في 25 من الشهر الجاري، والذي يصادف أول أيام عيد الفطر المبارك باللغة العربية لأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بالقصر الرئاسي، هو رسالة موجهة لرجال الدين، وخاصة في مهمتهم نحو توجيه عموم الشعب التشادي، وهم الذين يغرسون المحبة والوئام والوحدة في أي مسلم، ونحن لا نرضى بالانشقاق والتفلسف الديني والعقائدي بأن يكون سببا في زرع الفتنة، إن كنا تجانيين أو سنيين أو هلم جرا. فإن دين الإسلام واحد، والرب واحد، والنبي واحد، والكل تشاديين يتقاسمون تراب هذه الأرض الطاهرة التي تجمعنا باختلاف دياناتنا وأعراقنا وما تبخى من اختلافات، فيجب أن يكون إرث لنا بحسب معتقداتنا، لأن بلادنا تشاد واحدة ونحن تشاديين في الماضي والحاضر، ونعمل من أجل بناء بلادنا، من أجل نهضتها ومن أجل أجيالنا. فالدين والطائفية ليست أسباب تجعلنا ننسى بأننا أرض واحدة نتقاسم سمائها ومائها وجمالها وحلوها ومرها، فتشاد هي أرض الجميع. وكما نعرف جميعا بأن الإسلام هو دين الوسطية ودين المحبة ودين السلام، فإذا كنت تجاني أو سني أو ما شابه ذلك، فلا بد بأن تكون قدوة لمن بعدك، لأن الإسلام هو دين المحبة والوئام، وليس دين أولئك الذين يصطادون في المياه العاكرة باسم الدين ويعملون في الخفاء بهدف تفكيك التشاديين. فالمسلم يجب أن يكون مربيا، ويجب أن يكون اجتماعيا، وأن يكون معلما، وأن يكون ذاك الرجل الذي يضرب به المثل في الزمان والمكان.